قادر على فيديو جديد. نتمنى تكونوا مزيان، نتمنى احوالكم تكون طيبه، نتمنى كلشي يكون مزيان. هذه 7 ديال الصباح، هاتي فايق مدق دق، ما فيا اللي يدوي، ما فيا اللي صاق، ولكن في سبيل اليوتوب غادي ندوي وغادي نتحاور حتى توحشكم. دونك كيف ما قلت لكم، كنت درت واحد السونداج انستغرام ديال طرحوا عليا الاسئله اللي بغيتوني نجاوب عليها في الفيديوهات الجايين. طرحوا عليا بارما ديال الاسئله اللي كانوا منهم دوي لينا على راسك. مرحبا. اذا باطرا، اذا ما غاديش نقول سميتو، حيت سميتو شويه كي غادي نقول شويه سبيسيال. اوكي، الا عطيتكم السميه وطابيتو في فيسبوك غنطلع لكم من الاول، فهمتي؟ ما كاينينش 10 مني، ما كاينينش. المهم ما نقولش لكم كثر، ولكن مع الوقت غادي نقول لكم السميه. دونك عندي 20 عام، مازال كنقرا، داز عليا الماطر ملي كنت صغير، كوز ديال الموطور. الا بغيتو نقدرو ندوي على فيرمي ديال الموطور، ساهل صعيب شنو كاين تما، على علم ان فيرمي ديال الموطور قسما بالله عشا ليله قبل ما ندوزو ما كنتش باغي، صافي طراو ليا كشلا بلانات وتعصبت وقلت هاد الفيرمي ما بقيتش حامل، صافي غادي نمشي غادي ندوز على الله، غادي نخربق في الاسئله وغادي نخرج. المهم الا بغيتو ندوي لكم على شنو طرا ليا في بيرميد الموطور، حتى تخليو ليا في كومونتير. هي هذيك، فانا عزاز عليا الماطر من وانا صغير. اول موطور ليا شريته ملي كنت عندي شحال، كانت عندي من عام في التاسعة. اول موطور ليا كان هو ستانت هي فين طلقت يدي، خديتو لا ميزون جديد، روديتو عليه يدي، كانت مرض صاحبي، كانت غالي ب 20 30 ما عرفت شي 3 سيمانات ولا كثر، ربعه خصك تضرب يمكن شي 1500 كيلومتر قبل ما تحيد ديك الباقة على ما على ما ترودة. فكنت مرض شوية ولكن هانية، طلقت يدي في ستانت مزيان، ضربت به واحد 3 سنين. من مورا خديت لابطور اللي هو تا هو فين تطلقت يدي في لومبرياج، او من مورا الرابطور خلينا الاف زيد سي. ديك الساعات كنطالق يدي في ستانت يعني في موطور وسط المدينة، او ميم طوكش كنعرف نسوق موطور فيتيس، دونك مين تلاقاو بجوج كتعطي نتيجة ديال انك كتعرف تسوق موطور مزيان. تو سامبلومون مي كنقول بانني كنعرف نسوق موطور، هي كنمشي من ضابط وسط الطريق، ماشي مكنعنيش السواق هو كنبدا نقلش موطور في السما وكنخيط ما بين طوموبيلات ب 70 ولا 80، لا كنعرف نسوق موطور هو كنتحكم في موطوري، مكنديرش شي حاجة اللي انا ما واثقش بها، وكنمشي بشوية، كنعرف كيفاش نكسيري، كنعرف كيفاش نكسيري. شكون سامبلومون واحد السيد اخر قالك اسيدي دولنا على الاف زي 6، زيد 6 غادي ندير ندوي عليها باختصار، بين ما درنا لها شي فيديو كامل غير ديالها بريزونطاسيون كدا هادي هذا هادو. دونك ديجا غادي ندير لكم تيست رايد ديال ام تي 07 الفيديو اللي من بعد. تيست رايد ما غاديش يكون بحال لي موتو فلوغ الاخرين، غير تقريبا كيديروا نفس الحاجه، كيديروا نفس البلان، كيديروا لك على الموتور فيش تكنيك ديالو، كيديروا لك على الموتور كيفاش كيتساق هذا هذا. انا غادي نجيكم من الاخر تيست رايد، اي تيست رايد درتو قدرت نديرو ليكم غادي نجيكم من الاخر، غادي نوريكم الموطور، غادي نطلع فوق الموطور. الناس اللي ما كيعرفوش يسوقوا الموطور ولا الناس اللي خايفين من الماطر كبار، غادي نقول لك خويا ها انت ما كتعرفش تسوق موطور ولا ما كتعرفش تسوق موطور سيلندري كبير، ها انت غادي تطلع تحط يدك هنا، ها هي بوانيت غاز، غادي دير لي حتى لحد ولا هذا الحد، ها هو لومبرياج، ها هو سيكتور الفيتيس، غادي دير طق غادي تطلق. انا نعطيكم واحد الاختصار اللي هو سهل، وبالنسبه للناس اللي ديجا كيصوبوا الكبير غادي ندوي عليه مانير جينيرال، غادي نقارنو مع الاف زي 6، غادي نقارنو مع الكاوازاكي، غادي هذا هذا. المهم اي تيست رايد غادي يكون هكا، ما
غاديش نبقى غادي كندوي لكم على موطور نحفظ داكشي ما كنبغيش نبقى نوجد داك التخربيق نمشي نقرا فيه التكنيك ديال الموطور داكشي اللي عارفه في بالي غادي نحطو لكم ديك الساعات نمشي نرجعوا للموضوع اللي هو اف دي سي كاين يدوي لنا على الكونسوماسيون واش مانيابل واش هادي ديجا انا في مترو 84 كنحط رجليا زعما فاسيل 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 دونك الواحد يكون في مترو 70 يمكن يسوق عادي تقل ثقيله شويه عشان ديك بوا شي 200 كيلو ما عرفش بالضبط ولكن 200 ف 19 لتر اللي ما كذب كونسوماسيون خويا اش غادي نقول لك انا نهار خديت موطور كان ليسونس بديك 10 دراهم يمكن لا ما كذب موطور كان مزيان ولكن بين ليله شي نوض وحال ليسونس غلا دونك ما عقلتش على موطور مزيان واش كان كيكونسومي ولا في الاغلبيه ما كانش كيكونسومي كنتي كدير 100 درهم كنعطيك شي 10 لتر بحال هكاك فهمتيني كان درهم 10 دراهم لتر فوالا كان كيضرب دابا ما نكذبش عليك ليسونس غلا ولا داير شي 11 وكيل دونك موطور ديما كتلح فيه مره شي حاجه ما غنقدرش تعمر ودير ليه بلان دقه وحده وانت غير وسط المدينه ما مسافر ما والو فهمتي غادي تضيعو لما كل نهار كدير في ديك 20 مره 30 راه صافا كيضرب ما فهمتي عمرو حين سرني غير واحد المره ونقدر نقول لكم بان الموطور ثقيل بزاف الخوش الا مشات اخويا لكم من ليسونس راه الموطور ثقيل صافي دابا نسيت شحال الاسئله الاخرين حتى نحل الانستغرام كنت سكريني داكشي ونجاوب لكم على اسئله اخرين يلا نخليكم بيس انا غادي ندخل نقرا دابا نخرج ونكملوا الاسئله ايه واش العشران عدنا اليكم من جديد باش نكملوا الفلوق ديال افاكو اذا السؤال اللي جاني اخر هو عطينا اكسبيريونس زوينه واكسبيريونس خايبه مع الموتور اكسبيريونس زوينه الصراحه كل نهار ولكن لي اكسبيريونس زوينين يعني كدوز على التيتيز وكتراو في اخويا لا صراحه افضل واحسن وقيته عندي نقدر نسوق فيها موتور هو ملي كيكون البرد وتبعوا معايا كيكون البرد وما كتكونش الشتا كتكون مجكط ضارب جاكيتك ضارب جوج سلاول وكتطلع الفيزيير ديال الكاسك وكتكسل كيضرب فيك اخويا واحد البرد يا سلام واخيب اكسبيريونس عندي مع الموتور كانت مين كان عندي ستانش كنت اخويا نعاود لكم القصه كنت اخويا غادي مع عليا ما بيا صونالي التليفون No God please no ما عرفتش هويا كنت كيف ما قلت لكم غادي مع عليا ما بيا مع 12 ديال العشية انا واحد العشية غادي نتغداو غادي اخويا فحال هكا غادي مشوية غادي نتغدينا قضينا الغراض راجعين داخل مع الوحدة غادي في ستانش انا والدري غادي ب 21 كيلومتر ما فايتينش 30 غادي مشويه حنا المدرسه كاينين الطوموبيلات اللي مستاسيونين وكاينين الطوموبيلات اللي دازين بوزيسيون باغ اكزومبل غادي يحط ولدو وغادي يمشي هي هذيك سيدي هيا نشاردو هادو اللي مستاسيونين وهي دوزيام بوزيسيون انا نعاود لكم الفيلم كيف مطرى ولاحظوا معايا انا دايز من هنايا غادي ب 21 مع عدس من هنا هو يتحل الباب يا اخي مع تحل الباب ما عقلتش على راسي نط لقيت راسي انا هنا حدا الطوموبيل الموتور ليه في الدوره والدري صاحبي في الزنقه الاخرى هذه اخي باكسبيريونس كان خرج لي واحد العظم ديال الكود اللي فريمون ما كنتش تهرس ولكن واحد العظم كان خرج تخربيق والبلا بلا واحد من الخوش قال لي كيفاش فكرتي تبدا لي فيديو في يوتيوب اذا اول حاجه انا واحد السيد اللي كيبغي الماطر بزاف من صغري كيف ما قلت لكم قبل اذا الفكره جات انه انا شريت موطور كبير بديت كنشري في ليزيكيبمون ديالو شريت جاكيطه شريت ليغات شريت كاسك مزيان
قلت طريق خايبه هاد اليامات خصك تحضي مع بنادم كذا اللهم دير كاميرا. ايوا سيدي هادي شرينا كاميرا شويه بدينا كنفكروا نشريو ميكرو شويه كنبداو بدينا كنفكروا نديروا شين يوتيوب باش نبارطاجي معاكم هاد الشيء. واحد السيد اخر قال لك سيدي دويلنا على لا فيابيليتي ديال الموتور كونسوماسيون بويسونس كذا 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 دونك هاديك غندوي لكم دابا جينيرالمون حتى من بعد ندير لكم تيست رايد ديال الموتور ديالي تو سامبلومون غنديرو دي تيست رايد اخرين كيف لكم اف زد 6 موتور ماكينه 600 فيه ال S1 وفيه ال S2 هادي ال S2 ال S2 فيها كثر ديال الخير على ال S1 موطور اللي هو كويسون ولكن مانيابل زعما موطور اللي هو غيعطيك واحد لاسونسياسيون اللي زوينه ولكن غتقدر تتحكم فيه الا كنتي بادي اوكي ما كنعنيش بادي عمرك خصك شي موطور ولا عمرك خصك شي بيكالو وغادي تبدا ب 600 راه كيف ما قلت لكم قبل راه الدوراج سيراتور هذا راه ماشي موطور اللي هو ساهل ساهل بزاف دونك خصك غير تكون كتعرف تصاوب تكون كتفوق بعقلك راه غادي يجيك شي ساهل ديك الا كنتي غادي تمشي غير للمدرسه الدار راه موطور ما طبيعي الحال ما غيكونسوميش الا بقيتي كدور راه موطور غادي ياكل ماشي داكشي لوجيك فيابيليتي اخويا الحمد لله الحمد لله يا ربي السلامة من نهار خديت هذا الموطور ما خلاني اون بان الحمد لله الموطور اللي هو زوين كتكبر واو السيد كتكسيري كيعطيك كدير لي كدير لي بحال هكا هذاك فهمتي كدير لي ديك هان كيدير معاك هان تا هو فهمتي ما الموطور اللي هو زوين غادي ندوي عليه تا هو في فيديو خاصة خليو لنا صاحبي الوقت فين نديرو فيديوهات كشاف باغي نجربو كلشي في فيديو واحد واحد الاخ سول قال لك كيفاش نقدر نتحكم في الموطور مزيان في الدورات وكذا وكذا هادي شي دويت عليها قضية ديال الولف انا يلا كنت شريت هاد الموطور هذا كنت كنعرف نسوق ماطر كنت كنعرف نسوق ماطر مانيويل كنعرف نسوق ماطر اوتوماتيك كنعرف نسوق طوموبيل خارج على الموضوع ولكن في الدورات واحد النهار كنت غنطيح حيت اول حاجه الموطور ثقيل اذا ملي كتكون شي دوره صغيره وكتدور على راسك وبشويه بواحد السرعه اللي هي بواحد 5 ولا 10 راه الموطور كتحس بالثقل فريمون دونك الموطور خصك تعرف كيفاش تدورو دور بشويه تخلي رجلك على الارض متخليش رجلك الفوق حيت الا خليتي رجلك الفوق ودرتي بشويه راه يولي عندك واحد البو ديال 200 كيلو كتلعب به ما بين يدك فهمتي كدير ليه ها 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 دونك اللهم حط رجلك اخويا على الارض شد الارض مزيان تحكم في موطورك وديك الساعات دور بشويه ما كاينش شي اسيس لي هي زعما فيابل 100% ولا فهمتي دونك عادي غنوريكم شي دوره كيفاش كندور بموطور وصافي نديرو شي تشيك الحاج خويك كاين شي ناس غنخافهم يتقلقو مني اللهم بلاش غيشوفو كاميرا يسحب ليا كنضحك الوغ كو انا كندوي من نيتي غيتقلق غينخسر لي نهارو انا ما كانش عندي الغرض نخسر لي نهارو بالعكس بغيت نفرح لي نهارو دونك اللهم بلاش الريزرفوار كيصفر ليسونس والو عاونو خوكم كوتشيزيو ضربه